يعطيكم العافية أبنائي أبناء الصف الخامس. اليوم يا حلوين رح ناخد عن الجزء من ألف. رح نكمل يا أبطال من عند ما وقفنا. رح ناخد اليوم يا مس كيف نعبر عن الأعداد بالكلمات. يعني مثلا لما نطلع على هذا العدد، بما إنه في هون فاصلة عشرية، رح نحتار، رح نقول كيف يا ترى رح نقرأه. هلأ رح نتعلم كيف نقرأ العدد العشري أو الكسر العشري، والكسر العشري غير عن العدد العشري. إن شاء الله بعدين تصيروا بتاخذوا الفروقات بينهم، ولكن الآن حتى نعرف نقرأ هذا العدد بدنا نبلش من أول جهة اللي هي جهة اليسار، أول عدد من جهة اليسار، ونشوف نقرأ نحكي. يلا يا أبطال، شو هذا العدد؟ 24. 24 يجب نكتب هون 24. يلي بقرأه بكتبه. بس في نقطة كتير مهمة، لأنه 24 إجا وراها فاصلة عشرية، لازم تكتب كلمة صحيح. صحيح. طيب يا أبطال، كتبنا 24 صحيح. طب هلأ وصلنا لعند مين؟ لعند الفاصلة العشرية. الفاصلة العشرية بستبدلها بكلمة و. بستبدل الفاصلة العشرية يا أبنائي ب و. تمام يا مس؟ شوفي يا مس الفاصلة العشرية بماذا استبدلتها؟ ب و. و. الآن يا مس، بالنسبة لهذا الجزء فهو جدا سهل قراءته. شو الرقم اللي هون؟ 8 صح؟ بنكتب و 8. من، ليش حكينا كلمة من؟ كلمة من بتعني انه انا هلأ عم بقرأ بالاجزاء. يعني مش حكينا هون جزء من 10، مش حكينا هون جزء من 100، مش حكينا جزء من 1000، مش حكينا انه الثمانية هون قاعدة على الكرسي اللي مكتوب عليه جزء من 1000. صح يا ابطال؟ اذا بكتب من عشان اللي بيقرأ يعرف انه انا عم بعبر عن الثمانية يلي موجودة في هاي الخانة اللي هي خانة الجزء من 1000. شو بحكي يا ابطال؟ بحكي وثمانية من 1000. وثمانية من 1000. تمام يا ابطال؟ إذا يلا يا مس نحكي 24 صحيح وثمانية من 1000. أحسنتم. الآن يا مس شوفوا هذا العدد هون. يا مس ما في عندي عدد صحيح، ما في هون عدد صحيح أبلش من عنده. مشان هيك باجي وبقرأ العدد الموجود مثل ما هو، زي ما هو اقرأه. 235 صح؟ نكتب 235 من. ليش كتبنا من؟ حتى نعرف انه احنا عم نحكي عن الاعداد اللي هون عند الاجزاء. من 1000. احسنتم. طب ليش 1000؟ لانه هون كم عدد عندي؟ 3. هي جزء من 10، هي جزء من 100، وهذا جزء من 1000. الان يا ابطال تعالوا نشوف هذا العدد يا ترى كيف رح نعبر عنه بالكلمات. تعالوا نبدأ من عند العدد الصحيح. وين العدد الصحيح؟ هاي يا مس، شو هو؟ 6. نكتب 6 صحيح. و شو عندي هون؟ عندي 3. 3 من 1000. تمام يا أبطال؟ 6 صحيح وثلاثة من 1000. الآن يا مس تعال نروح نتعلم فكرة جديدة، وهي إنه كيف أعبر عن هاي الأعداد باستخدام لوحة المنازل. قبل ما يا مس ما ناخد هاي الأعداد نمثلها بلوحة المنازل، تعالوا نراجع لوحة المنازل مع بعض. نبدأ يا مس بالآحاد والعشرات والمئات.
صح يا أبطال؟ ولكن لأنه في عنا فاصلة عشرية، شوفوا شو رح يصير هون. هيصير في عندي هون جزء من عشرة، جزء من مئة، وجزء من ألف. تمام يا أبطال الرائعين؟ الآن يا مس تعالوا ناخد هاي الأعداد نفس هاي اللي كتبناها بالكلمات ونمثلها في لوحة المنازل. تعالوا يا أبطال ونبدأ من عند الأحد. هون الأحد شو عنا يا حلوين؟ عنا أربعة، نكتب الأربعة. وشو عنا هون بالعشرات؟ اثنين، فبنكتب هون الاثنين. والفاصلة العشرية تنزل مكانها. والآن شو في عندي هون عند خانة الجزء من عشرة؟ عندي صفر. أحسنتم، بكتب الصفر. هون كمان يا مس بكتب الصفر. والجزء من ألف شو في عندي فيه؟ تمانية، بكتب هون تمانية. تمام يا أبطال؟ الآن يا مس تعالوا نروح نكتب العدد الآخر. عنا هون يا مس 0.235 من ألف. هذا الصفر وين نكتبه؟ عند الآحاد. أحسنتم، نكتب هون الفاصلة العشرية. الفاصلة العشرية تكتب as a point. والاثنين في الجزء من عشرة، والثلاثة في الجزء من مئة، والخمسة في الجزء من ألف. الآن يا أبطال عنا هون العدد 6.3 من ألف. هاي الستة بكتبها عند الآحاد، وبكتب الفاصلة العشرية هون. والأصفار يلا يا أبطال، هاي صفر وصفر، والثلاثة هون. يلا يا مس